ننتقل للحومات وللدجاج اوكي للسمك. احنا ممكن بس قبل اللحوم نقطه اتفضلي. صغيره في الخضار. لو انا خلاص انا مش مخزنه خضروات وهجيب كيس خضار من بره، مضطره ان اجيب كيس خضار من بره، امسك كيس الخضار من جوه وابتدي ان انا احاول اعمل كده كل حبايه خضار جوه الكيس دي لوحدها، تمام يبقى دي كده متجمده تمام. طب لقيت الكيس ده عباره عن كتله واحده من الخضار يبقى ده حصل له عمليه اذابه خلاص، ورجع جمد ورجع اتجمد تاني. زين هو شو وضعه؟ هو كده خلاص فك. لا ده ممتاز طازه، نحن ما بنجيب لك على الاستوديو الا طازه. اوكي هيدا. طب بالنسبه للي قادرين نحس فيه بس مثلا مثل الملوخيه او غيرها ما هي لا الملوخيه كده كده بتبقى هي قطعه واحده قطعه واحده بس. حاجات مثلا زي الباميه زي البسله الفاصوليا القلقاس الحاجات دي لازم تكون كل حبايه لوحدها. اوكي تاني اتاكد انه محفوظه بشكل جيد. يلا نبتدي بقى للفراخ واللحوم. مهم جدا ان انا اللحوم والفراخ انا دخلتهم الفريزر خلاص. اولا عشان ادخلهم الفريزر انا ممكن برضو ادخلهم بالشكل ده مفروض بس داخل العلب او الاكياس. ليه داخل العلب؟ ليه بقى؟ علشان هم كل كتر ما هيكونوا فوق بعض او حاجه يعني مضغوطه كده على بعض هياخد وقت في ان هو يجمد في الفريزر، فبالتالي هيبتدي يتنشط فيه البكتيريا. فلازم تكون مفروده. وبلاش الاطباق الفل دي لان احنا لو قربنا شويه بصوا هي فيها هنا مسامات اهي، فيها مسامات مفتوحة. اوكي المسامات دي بيدخل فيها بقى الدم والجوسي بتاع اللحمة دي فبينتج برضو عنها فطريات وهتلاقي بعد كده ريحتها مش حلوة خالص. في منهم بيشيلوا كل قطعة لحمة بغلفوها بورقة لحالها. حلو جدا. انا حتى جداً. اذا بدهم يستخدموا اثنين وثلاثة ما يضطروا يدوبوا الكمية بالزبط. كلها. مهم جدا ان انا اشيل بعدد قطع الافراد الاسره خلاص علشان ما ينفعش اخرج حاجه تفك وبعدين ارجع اجمدها تاني. في انزيمات في اللحمه دي مجرد ما بدخلها الفريزر الانزيمات دي بتحصل لها عمليه توقف، مش بتتقتل بتتوقف. لما تخرج من الفريزر لو سبتها معرضه في الهواء فالانزيمات دي بتتنشط فبينتج عنها ان اللحمه بتكون فيها بقع بنيه. اوف اعمل ايه بقى؟ انا دخلت اللحمه بطريقه سليمه، طب هخرجها ازاي برضو عشان اضمن لسه بطريقه سليمه؟ هخرجها احطها على رف التلاجه مش في حراره المطبخ ومش في ميه سخنه زي ما كل الناس بتعمل. احنا بنطلع طبق الفراخ او كيس الفراخ او اللحمه وفي ميه سخنه على طول، لا بنشط برضو البكتيريا اللي فيها والجراثيم والفطريات. لا انا بخرج الحاجات دي قبل بيوم بحطها على رف التلاجة. بتبتدي بتبقى زي عمليه تغيير حراره بالتدريج مش تغيير مش مفاجئ بالظبط. مهم جدا برضو احنا زي ما عندنا ارفف في التلاجة عندنا ارفف في الفريزر. تمام. فاول رف في الفريزر خالص اللي هي القاعده دي بتاعه الفريزر دي اللي انا هحط عليها اللحوم على طول. اوكي لان دي هتجمدها لي بسرعه. لان لو حطيتها كمان على الرف هتاخد وقت عقبال ما تتجمد، زائد ان في الارفف دي ارفف فيها فراغات فتبتدي تقع منها كده شويه الحاجه فتلاقي الكيس مش مستوي الكيس متعرج شويه. طيب ممتاز تمام. اوكي فراخ قلنا الفراخ انا ممكن اقعدها يومين في الثلاجه خلاص. بعد ما اغسلها كويس وانضفها واصفيها كويس جدا من الميه، ما ادخلهاش بالميه بتاعتها، لازم اي حاجه لازم تتصفى من الميه. أوكي. سواء خضار فاكهه لحوم خلاص مثل ما كنا عم نقول. بالظبط. والسمك بس ما كمان تنكسب الوقت. السمك نفس النظام، انا بجيبه بنضفه ببتدي ان انا بغسله خلاص وبصفيه كويس جدا من الميه، بحفظه في الاكياس على حسب عدد القطع بدخله الفريزر. السمك انا ما برجحش انه يقعد كتير في الفريزر وطعمه بيتغير بسرعه، يعني ماكسيمم انا بفضل شهر، يعني هو ممكن 3 4 شهور انا بفضل شهر. حتى الفيليه حتى كمان الفيليه لما بنجيبها الفيليه لا ممكن يقعد شويه أكتر. ما بيبقاش زي بقيه الانواع البحريه دي بتكون طعمه اكتر. لو انا خرجت السمك ده وحسيته ريحته مش طازه ممكن انقعه ليله في لبن بيعزز طعمه قوي بيخليه طعمه زي الطازه بالظبط. الفاكهه زي العنب زي الفراوله مثلا سي او عموما الفاكهه انا ممكن الفاكهه اللي هي حبوب يعني ممكن اغسلها كويس بميه كمان وخل وبعديها بغسلها تاني عشان اتخلص من طعم او ريحه الخل وبحفظها في نفس العلب دي بس بعد ما اصفيها كويس جدا ما يكونش فيها ميه. الخل بيقتل الجراثيم اللي فيها وبيمنع ان هي تنمو فيها. حلو. اي جراثيم. ومنحط لها كمان محارم ورقيه لا لا مش محارم ورقيه بس بصفيها كويس وبحطها بس في العلبه بس. هنقول طب نسيب العلبه مكشوفه ولا مقفوله؟ لا هحطها في العلبه وهنقفل العلبه علشان نحافظ على شكلها ولونها وقوامها. شكله كل شيء لازم نقفله صح؟ مهم مثل جدا ما انا لاحظت اغلبيته خصوصا كمان الاجبان اللبن الزبده لان هي سهله قوي ان هي تاخد طعم اي حاجه. لو في جوافه عندي كانتالوب توم بصل سمك في الثلاجه كل الحاجات دي سهله قوي ان هي تمتص. حتى الزبده قطعه الزبده لازم كمان لازم جدا ان هي تتغلف كويس قوي وداخل علبه
لان هي سهله قوي ان هي تمتص اي ريحه من ثلاجه، سواء ثوم سواء بصل، اي حاجه ليها ريحه يعني فيزة. اكيد اللي استمعوا لها النصائح انتبهوا ركزوا عليا، واهم شيء نرجع نختار رقم 5 في البلاستيك بالعلب، بالبلاستيك وحتى بالاكياس. رقم 5 هو الاكثر شيء امانا.